الحياة عامة مواقف أو أيام صعبة وأيام حلوة، وفي عز ما الأيام ساعات بتبقى صعبة والدنيا ضلمة مش شايف حاجة ومش شايف نور، ساعات كتيرة بتظهر لنا كده حاجة من العدم بتحسسك إن الدنيا لسه بخير، واحد كده يقدم لك يد العون في حاجة معينة فتحس إنه إيه ده الله هو في كده. ساعات تبقى ماشي على الدائري وعربيتك فجأة تعطل فتلاقي 100 واحد ينزلوا ويساعدوك، أو مثلا تبقى جديد في الشغل ومش عارف حاجة وتلاقي ناس كتيرة بتحاول تساعدك، اللي بيعلمك حاجة جديدة واللي بيبعت ايميل بدلك عشان يقول مثلا لمديرك انه انت هو فاهم وعارف فبيعلمك وبيخليك احسن، او مثلا تبقي بتطبخي وفي حاجه كده من مكونات الاكل ناقصه فتخبطي على جارتك وتديكي الحاجه اللي ناقصاكي فتعملي الاكله وتطلع حلوه. في حاجات كتيره قوي 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 بتخلي يومنا احسن وتحسسنا انه الدنيا لسه بخير وان احنا يعني عايشين في حياه حلوه وكويسه وان الحياه مش ضلمه، وده بيرفع من معنوياتنا واكيد اكيد اكيد بيخلينا نحس انه نقدر نادي احسن في يومنا ونعمل احسن، بالذات لما نحس ان احنا حوالينا ناس جدعان وكويسين، وده في الحقيقه ميزة من ميزات المصريين معروفين عنهم. يعني انت في ناس كتيرة قوي بتتكلم عن جدعانة المصريين، لكن تعال شوف بقى على أرض الواقع الجدعانة دي موجودة قوي قوي قوي. تبقى بتكتب على فيسبوك أنا إزاي أقدر أصيف بألف جنيه وتلاقي 100 حد بيقولك كذا طريقة وتروح فين وتاكل إيه أسبوع بحلو بألف جنيه، ومواقف كتير قوي قوي عن جدعانة المصريين، ولا إيه شاذلي؟ طبعاً كلام مظبوط، يعني مش محتاج جدال او كده. يمكن من كام يوم يا بسنت كنت بتفرج على اليوتيوب، من الحاجات الواحد بيقعد سهران بالليل كده فبيألف اليوتيوب، فظهر قدامي فيديو بيتكلم عن جدعانة المصريين. ده خلاني دخلت على هاشتاج اسمه جدعانة المصريين وعلى فيسبوك عشان اشوف مواقف المصريين سواء جوه مصر او بره مصر. فالحقيقه لقيت مواقف كتيره جدا بتقول ان المصري عنده في جيناته حاجه كده اسمها الجدعنه، ودي مش موجوده عند ناس كتير، مش موجوده عند شعوب كتيره بالمناسبه. انت بتعمل مواقف جدعه مع ناس في مصر انت ما تعرفهمش، ومع ناس بره مصر مش من ديانتك مش من جنسيتك ما تعرفهمش، في مسافات بينهم وبين بلدك قد كده، لكن انت بمجرد موجود هناك بتمثل بلدك فبتعمل مواقف جدعانه. فبتلاقي ناس كلها بتتكلم عن جدعانه المصريين. المصري الجدع اللي بينصر دايما المستضعف، لو شفنا راجل غلبان او حد غلبان حد بيفتري عليه او بيجي عليه بنلاقي دايما واحد مصري كده شهم جدع جه وقف قال له انت بتكلمه كده ليه، انت بتعمل معاه كده ليه، بيقف موقف جدعانه. دي جدعانه المصريين. بره مصر يمكن مع بدايه فيروس كورونا في 2020 كان في موقف عمله شاب مصري عنده 34 سنه، شاب يعني ما فيش جدعانه كده في الدنيا، راجل عنده محل خضار وفاكهه وقت ما كورونا ضربت العالم كله طبعا وكان الوضع صعب جدا في ايطاليا. الراجل ده قال ان اي حد محتاج فاكهه او خضار من عنده ومش قادر، لان طبعا الظروف الصحيه كانت صعبه وبالتاكيد الظروف الماديه ايضا كانت صعبه، ممكن ياخد الحاجات دي مجانا. انتوا استقبلتوني من 10 سنين ودلوقتي جه وقت رد الجميل. شفنا بنشوف كتير مواقف بقى جوه مصر، تلاقي واحد عامل العربيه بتاعته يكتب عليها مجانا لكبار السن، مجانا للمصابين بالسرطان اللي رايحين مستشفى 57 357. ولسه من كام يوم الله يرحمه عم زازه كان عامل بيت كامل جنب المستشفى لما شاف الناس واللي هم ما يعرفهمش بالمناسبه، لكن بييجوا عشان اولادهم بيتعالجوا في المستشفى، فالراجل قرر انه يوظف بيته كامل كام دور عشان يخدم أهالي الأطفال عشان يلاقوا مكان يباتوا فيه. وبالمناسبة ما كانش مكان فقط، لا ده كان بيعملهم أكل كمان. مواقف كتير جدا بتحكي عن جدعانة المصريين، لو دخلتوا على جوجل أو على الفيسبوك أو على اليوتيوب وكتبتوا جدعانة المصريين هتلاقوا مواقف كتيرة جدا. لسه برضو يمكن كنا من كام يوم في صباح الخير يا مصر كان معانا فقرة مهمة جدا بتتكلم عن مدرسة معمولة في ميلانو في إيطاليا اسمها مدرسة نجيب محفوظ. المدرسة دي بتدرس المواد المصرية والإيطالية في نفس الوقت، لكن الشاهد في الموضوع أنه بنتكلم عن المواقف الإنسانية. المدرسة دي برضو في نفس التوقيت بتاع عز أزمة فيروس كورونا في بدايته في إيطاليا عملت مواقف كويسة جدا وكانت بتدعم المصابين بكل ما تملك من إمكانيات. دي جدعانة المصريين وده مش جديد علينا ومش هيتغير. فعشان كده احنا سؤال حلقتنا النهاردة بيقول حد غريب، لأنه طبعا انت عارف احنا دايما لما بنعمل خير مثلا مع حد من الجيران معرفة حد قريبك أخوك ده طبيعي يعني، لكن لما حد غريب يعمل معاك موقف جدعانة ده سؤالنا الموجود النهاردة على صفحتنا. خلونا نروح نشوف بسنت تحكي لنا كده موقف جدعانة حصل معاها من حد ما تعرفوش. بصراحة يا شاذلي أنا ما قعدت أفكر في السؤال لقيت أن أنا مريت بمواقف كتيرة جدا 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 في وقت كنت زي ما قلت في أول الحلقة أنه في أيام بتبقى ساعات صعبة وساعات أيام مش كل أيام بتبقى حلوة، في أيام ساعات أنت بتبقى نفسيا مش أحسن حاجة، رجلي في وقت اتكسرت وكنت نفسيا مش مبسوطة قوي.
لكن فعلا كنت كل ما بمشي في الشارع كنت بشوف الناس ما تعرفنيش، الف سلام عليكي، محتاجه حاجه، اللي يفتح لي الباب، اللي مثلا ابقى مستنيه حاجه يدوني كرسي، لو انا بعمل اي حاجه ماشيه كنت بعكاز وقعدت فتره بعدها كانوا يفتحوا لي البيبان يقعدوني، كل يعني انت مش فاهم يعني كل الناس بقى الف سلامه، ناس اعرفها او ما اعرفهاش. لكن اكتر موقف بصراحه انا شخصيا عجبني جدا واثر فيا كان من واحده ست انا ما اعرفهاش، كنت في الشارع وانا كنت غلطانه ان انا في حفره ما شفتهاش انا وقعت فيها، ده غلط يعني بس بالعربيه انا سايقه. ففي الحقيقه الموضوع كان صعب يعني كان لازم العربيه تتشل بونش، ست وقفت لي ووقفت الشارع كله تقريبا عشان خاطر تساعدني وهي اللي جرتني بعربيتها، وفي الحقيقه هي اتصرفت معايا بموقف بطولي وهي كانتش مضطره خالص تعمل ده، ممكن تمشي ممكن تستنى انه حد يجي يساعدني المرور او اي حاجه، لكن هي صممت ان هي تفضل معايا عشان ما بقاش بنت لوحدي ملوك الجدعنه وسط ولاد كتير. فانا رجاله ستات انا وعايزه اقول لك على حاجه، انا من لخمتي ما لحقتش اشكرها، فأتمنى لو كانت بتشوفني دلوقتي أنا بشكرك. فده سؤالنا بقى الموجود دلوقتي على السوشيال ميديا على فيسبوك، منتظرين إجاباتكم اللي هنستعرضها أكيد في خلال الحلقة. احكي لنا عن موقف جدعانة حصل معاك بس من حد غريب، هنقراها كومنتس بتاعتكم على مدار الحلقة أكيد. بنصبح لحضراتكم من جديد، صباح الخير يا مصر.